إلى ذلك واصلت قوات الجيش انتشارها في عدد من مناطق محافظة شبوة بعد أن استكملت إحكام السيطرة على مدينتي عزان وجول الريدة، إضافة إلى سيطرتها على حبان والنقبة والعرم والتي تعد آخر نقطة في حدود شبوة مع محافظة أبيان. قناة السعيدة حصلت على بعض الصور التي تظهر مناطق القتال بين الجيش والقاعدة في ميفعة وبعض الآليات التي تم تدميرها في جبهة القتال الرئيسية في جول الريدة. يشار إلى أن هذه الحرب تعد ثانية بين الجيش والقاعدة التي تشهدها مديرية ميفعة خلال 4 أعوام، حيث سبق وأن شهدت منطقة الحوطة التابعة إداريا لمديرية ميفعة حربا مماثلة في العام 2010.